طب الشيخوخة يعتبر من التخصصات الحديثة في المملكة العربية السعودية، يمكن عمره فقط 15 سنة، فهو يعني يعتبر شيء جديد على البلد، وحتى استقبال يعني الناس له يعني لا زال يحتاج إلى كثير من التوعية وكثير من يعني الشرح، وأقصد بالناس حتى المخططين الصحيين يعني كثير من يعني الجهات الحكومية لا تقدم الخدمة ذي لكبار السن، يعني الحكومية الصحية يعني طبعا في جهات صحية يعني حكومية لا تقدم بسبب طبعا لأنه جديد التخصص، وندرة كذلك الكادر الصحي، الكادر الصحي نقصد فيه الأطباء والتمريض والأخصائيين الفنيين المتخصصين في مجال كبار السن، يعني مو موجود في البلد بالعدد اللي يغطي كل احتياجات كبار السن، وتجد فيه شح يعني في الخدمات بسبب لعدم وجود يعني من يشغل هذه الخدمة ويعمل عليها. طيب ليش وجد عندنا الشح طيب وأصبح العدد قليل؟ ما انتبهنا لحاجة، طبعا تعرف المملكة العربية السعودية بلد يعني بلد الشباب، يعني بلد أكثر يعني السكان هم فئة الشباب، لاحظنا في يعني زيادة نسبة كبار السن أو الكبار المواطنين في 10 سنوات الماضية